السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في كينيا في منطقة اسمها كليفي. السؤال اللي احنا بنسميه مليون دولار، سؤال المليون دولار او العشرة مليون دولار او المليون دولار، هو في افريقيا ليه الاراضي غنية جدا 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 والشعوب فقيرة جدا جدا جدا؟ نرى على اليمين وعلى الشمال وامامنا يعني ثراء غير عادي بالنسبة للأراضي اللي الناس دول عايشين فيها. كنت أنا من أسبوعين في موزمبيق وفي ملاوي وفي أماكن أخرى في أفريقيا علشان أشوف نفس الموضع، أراضي غنية جدا وشعوب فقيرة جدا. السؤال دلوقتي إيه السبب؟ هل السبب الجهل؟ هل السبب الكسل؟ هل السبب انعدام الرؤية؟ هل السبب الفساد الإداري؟ هل السبب اللي هو الاستعمار، مش الاستعمار، استهدام، سميه استهدام دلوقتي مش استعمار، هل السبب هو الاستهدام اللي جه هدم قدرات هذه الشعوب وسهلها؟ هل السبب هو الشركات عابرة القارات تعدية الجنسيات تتحكم في اقتصاد العالم دلوقتي؟ احنا عايزين نجد منكم أيها الشباب السبب الحقيقي، لأن هذه الشعوب أراضيها غنية جدا 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 لكن انها بلاد يعني شعوبها فقيرة. فقر الانسان مع غنى المكان اللي هو بيعيش فيه. الاجابة تأتي منكم انتم كشباب تتحملون مسؤولية اعادة بناء الانسانية مرة جديدة على قواعد راسخة، قواعد المساواة والعدل والحرية اللي هنسعى لها. الاجابة ماذا تجيبوا عليها انتم في أعمالكم وفي مستقبلكم وفي تعليمكم إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كليفي في كينيا.